بيان عاجل وشديد اللهجة من الرئيس السيسي ننشر التفاصيل الكاملة، وعاجل ننشر بالتفاصيل حقيقة وفاة سوزان مبارك، وعاجل أنباء عن حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى ننشر التفاصيل، وبيان عاجل من الأرصاد المصرية لكل المصريين حول استمرار الأجواء الأوروبية في مصر، والرئيس السيسي وبيان هام لكل المصريين وننشر التفاصيل في الفيديو. وهل مصر تسجل زلزالا كل يوم؟ البحوث الفلكية تنشر مفاجأة لكل المصريين. في البداية جمعة مباركة على حضراتكم، عاوزين نصلي على الحبيب محمد في هذا اليوم الفضيل. وقبل ما نخش في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجي لك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل الخبر معانا، والخبر ده متعلق بسوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وكشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حقيقة ما تم نشره من بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والفيسبوك واليوتيوب خلال الفترة الأخيرة بشأن وفاة أرملة سوزان مبارك. والمصدر أكد أن أرملة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بخير ولا صحة لما تم نشره على السوشيال ميديا عموما بوفاتها بعد تعرضها لأزمة صحية. أضاف أنها مجرد يعني شائعات. في وقت سابق كشفت صحيفة أبناء مبارك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حقيقة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية لأرملة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سوزان مبارك. أفادت الصحيفة خلال منشور لها بأنه لا صحة لما تم نشره عن تدهور صحة سوزان مبارك، مؤكدة نشكر كل من سأل عن صحة أم المصريين وفق ما ذكرت. مصدر معانا كان من القاهرة 24، يعني مش للدرجة دي، ولكن يعني احنا اطمننا على حالة يعني سوزان مبارك. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وعاجل انباء عن حقيقة نقل عادل امام الى المستشفى وننشر التفاصيل. ورد نقيب المهن التمثيلية في مصر اشرف زكي على انباء نشرت برضو. الانباء دي بتقول ان عادل امام نقل لمستشفى بسبب تعرضه لأزمة صحية. أشرف زكي قال إن دي كل دي برضو إشاعات غير صحيحة بالمرة. وأضاف الفنان الكبير عادل إمام يتمتع بصحة جيدة الحمد لله وفي منزله، ولم يتم نقله لمستشفى خلال الفترة الماضية كما يشاع. وتطارد الفنان عادل إمام شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنين، وحرص شقيقه المنتج عصام إمام مؤخرا على نفي ما تم نشره عن معاناته من أزمة صحية سابقة. المصدر معانا كامل صحيفة مصراوي، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. يعني الحمد لله الفنان عادل إمام بخير، وأترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي وبيان هام لكل المصريين. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن الذي يزور مصر حاليا. أكد أن الزيارة تأتي في إطار الحرص المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره كوري الجنوبي بقصر الاتحادية عن تطلع مصر لجذب الاستثمارات والشركات الكورية. أضاف مع استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية قائلا: العلاقات المصرية كوريا الجنوبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية. أشار إلى التأكيد على أهمية العمل على تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين
بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين ويصب في مصلحة شعبيهما. الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة. من جانبه قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن إن زيارته لمصر تكتسب أهمية كبيرة، كونها الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 سنة، وكذلك الزيارة الأولى لقارة إفريقيا. الرئيس الكوري الجنوبي قال إن مصر مصدر الحضارة القديمة ودولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتمتع بمميزات تاريخية تتمثل في التعايش بين الماضي والحاضر والمستقبل، وميزة جغرافية تربط تلات قارات. المصدر معانا كان من اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الأرصاد المصرية لكل المصريين حول استمرار الأجواء الأوروبية في مصر. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن الأسباب لتعرض مصر لموجة برد شديدة، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 8 درجات، وعلى بعض أنحاء البلاد 0 درجة مئوية. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك بسبب تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا تسيطر على المنطقة بأكملها، كما تنشط الرياح نسبيا على السواحل فتزيد من الإحساس ببرودة الطقس. قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم إن انخفاض درجات الحرارة مستمر رغم سطوع أشعة الشمس على أغلب مناطق الجمهورية، لكن الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس ما زالت شديدة وقادمة من جنوب شرق أوروبا، إذ إن من المتوقع أن تكون العظمى في القاهرة 15 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل ستصل ل 8 درجات. مصدر معانا كامل الوطن. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. وهذا كان بيانا هاما من هيئة الأرصاد الجوية، يعني بتوضح لنا ايه سبب البرد الشديد اللي احنا فيه الايام دي. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وهل مصر تسجل زلزال كل يوم؟ البحوث الفلكية تنشر مفاجأة لكل المصريين. قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية في مصر إن مصر تسجل زلزال بشكل يومي، وتم تسجيل 1000 زلزال العام الماضي. وأشار القاضي في تصريحات تلفزيونية إلى وجود توقعات باحتمالية حدوث زلزال كبير بشرق البحر المتوسط. وعن زلزال قبرص الذي حدث الأسبوع الماضي، أوضح القاضي أن هذا الزلزال حدث في تمام الساعة من 3-7 صباحا بتوقيت القاهرة في قبرص، وأحدث قلقا لدى البعض من توابع الزلزال. وتابع القاضي يوجد فارق بين الشعور بالزلزال وبين توابعه أو مشاكله، ويوجد فارق بين زلزال قبرص الذي حدث داخل البحر المتوسط وبين زلزال 92 كونه حدث في دهشور داخل مصر. مصدر معنا كان من موقع مصراوي، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. و يعني هيئة البحوث الفلكية بتوضح لنا ان مصر بتسجل زلزال كل يوم، فده شيء يعني غريبا اول مرة اسمع عن هذا الامر. لو غريب برضو انت اول مرة تسمع عنه، اكتب لنا في الكومنتات او في التعليقات تحت، يعني هل حضرتك سمعت المعلومة دي قبل كده ولا لا. ننتقل مع بعض الخبر اخر وبيان عاجل وشديد اللهجة من الرئيس السيسي. واعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان عن إدانة القاهرة استهداف جماعة أنصار الله الحوثية أبو ظبي الاثنين. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس السيسي أجرى اتصالا بالشيخ بن زايد آل نهيان مقدما التعازي في ضحايا ما حدث الذي وقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي. وأضاف الرئيس السيسي أعرب عن إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل من قبل ميليشيات الحوثي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة. أكد دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق. وتابع أن الرئيس السيسي شدد على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر معنا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ووزير المالية المصري طالع ببيان عاجل وبيكشف عن حجم زيادة رواتب الموظفين، يعني بتفاصيل مبسطة جدا وما فيهاش أي تعقيد. ووزير المالية المصري الدكتور محمد طلع وقال إن أقل موظف سيزيد راتبه أكتر من 500 جنيه بداية من يوليو 2022. أكد إن تكلفة زيادة المرتبات ستصل إلى نحو 45 مليار جنيه. وأضاف وزير المالية المصري في تصريحات متلفزة أنه سيتم تعيين 30 ألف معلم، سيصل مرتب كل واحد منهم إلى ما بين 3800 ل 4000 جنيه في الشهر. وزير المالية تابع وقال إن فيه من 28 ألف ل 30 ألف تكليفات أطباء الأسنان، أضاف إلى أنه ستكون هناك زيادة بحافز الجودة. وعلق حافز الجودة الجديد للمعيد سيكون 500 جنيه، وأضاف أنه ستكون هناك قرارات مبشرة لأصحاب المعاشات. أكد أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تعمل على ذلك وستعرض الأمر على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. المصدر معانا كان من RT، ووزير المالية المصري طالع بخبر صار جدا لكل المصريين أو يعني المستفيدين من هذه الزيادة، وطبعا يعني أغلب الشعب المصري مستفيد من هذه الزيادة. ننتقل مع بعض الخبر أخير معانا، ورئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل جهود لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر. والرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن حضر اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصرية كوري حول الاقتصاد الأخضر في القاهرة، وتعهد ببذل جهود لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر. وقال مون في الاجتماع إن سيارات الركاب الكورية الجنوبية تشهد إقبالا كبيرا من الشعب المصري، كما شاركت شركات كورية جنوبية في مشروع لبناء أكبر مصفاة لتكرير النفط في مصر استكمل العمل فيها في عام 2020، مما يدل على التبادل الاقتصادي الوثيق بين سيئول والقاهرة. وشدد على أن ما تحقق ما زال مجرد بداية، وأن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانيات بلا حدود. مقترحات تعاون الثنائي لتعزيز قاعدة التجارة والاستثمار وتوقيع اتفاقية تجارة متبادلة المنفعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الصديق للبيئة مثل مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة في مصر، والتعاون الصناعي المستقبلي مثل استكشاف مشاريع تعاونية في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأكد أن الحكومة الكورية الجنوبية ستأخذ في اعتبارها ما طرحه رجال الأعمال لتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى المجالات الصديقة للبيئة والصناعات المستقبلية، داعيا الحكومة المصرية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والدعم. المصدر معانا كان من يونهاب، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر، وإن شاء الله يعني سنشهد تقدما كبيرا في العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر بإذن الله في الأيام القادمة. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة للصفحة لو حضرتك عاوز يعني تتابع أهم الأخبار أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.